تمام تمام باقي الاخير 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 يا فندم أو ما زالت المملكة العربية السعودية مصرة على تنفيذ اتفاقيات الرياض، وخلال الأسبوع الماضي تم سحب الأسلحة الثقيلة والصواريخ الإسكود من الحكومة الشرعية ومجلس الانتقالي، وحسب توجيهات قيادة التحالف إلى قائد الحزام الأمني والضاحي عمر عبد العزيز تم سحب هذه الأسلحة ووضعها في معسكر رأس عباس. ونحن كقوات حزام أمني راح ندعم الاتفاقية وندعم التحالف بتنفيذ هذه الاتفاقية وتثبيت الأمن والاستقرار في محافظة عدن. We'll be right back.